شعوب من أعراق وبلدان مختلفة اجتمعت في مكان واحد وفي وقت واحد لتأدية عبادة من أقدم العبادات على وجه الأرض، تلبية لنداء الرحمن. الحج في الإسلام هو الركن الخامس من أركان الإسلام. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الحج مناسك ومعارف، يأتيكم في الأوقات التالية: